السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. بالخير نلتقي في شهر الخير هنا في قناة حضرموت الفضائية ومع برنامج ربيع القلوب. ومع ربيع القلوب نعيش وإياكم تحت ظل القرآن الكريم مع تلاوات متميزة للحفاظ والحافظات المشاركين معنا في هذا البرنامج. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق رسول الله. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب وحضراتكم بلجنة التحكيم، نبدأها برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس، كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك وفضيلة الشيخ سعيد بن محمد بجريدي. أهلا وسهلا بكم مشايخنا الكرام. كما يسعدنا أيضا مشاهدينا الكرام أن نرحب وحضراتكم بأول المشاركين معنا في هذه الليلة المباركة. دعونا نتعرف عليها سويا ومن ثم نعود. رائدة سعيد عصعوص من مدينة المكلة، وقد أكملت حفظ كتاب الله عز وجل من مركز فيض الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الشارج، ومن ثم التحقت بمركز الإمام الكسائي لتلقي القراءات، وقد أخذت الإجازة في رواية حفص عن عاصم عن الشيخ الأستاذ ناهد صالح الجابري. وسوف أشارك اليوم في مسابقة ربيع القلوب على قناة حضرموت، وأسأل الله التوفيق لي ولجميع المتسابقين، وشهر مبارك على الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. إذن نرحب وإياكم في هذه اللحظات بالمتسابقة رائدة سعيد عصعوص من مدينة المكلا. أهلا وسهلا بك أختي رائدة، نتمنى لك دوام التوفيق بإذن الله تعالى في هذه المسابقة. أعزائي المشاهدين، على بركة الله نبدأ وإياكم فقرة الأسئلة. نرحب بالمتسابقة رائدة سعيد عصعوص، ونحب أن تسمعنا من قول الله تبارك وتعالى من أول سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني: اقرأي علينا من قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أحسنت وبارك الله فيك. نشكر المتسابقة رائدة على هذه التلاوة الطيبة والمباركة، والآن نستمع وإياها وإياكم أيضا إلى لجنة التحكيم لأخذ ملاحظاتهم على تلاوة المتسابقة رائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله الطالبة رائدة سعيد عصعوص خير الجزاء على هذه التلاوة الطيبة والحفظ المتماسك. وأما الملاحظات فإن التاء المهموسة من الأفضل أن تعتني بالتاء المهموسة الساكنة كما في قوله تعالى وجلت قلوبهم، لم تكن واضحة، لم يكن الهمس واضح في التاء. وكذلك الزاي الصفيرية في قوله تعالى ورزق كريم، الاعتناء هنا بالزاي الصفيرية لأن الزاي من حروف الصفير، الزاي والصاد والسين، كلما سمع الصوت وله صفير في هذه الحروف إذا جاءت ساكنة كلما كان المخرج والصفة واضحة جدا. أسعدك الله ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطالبة رائدة سعيد عصعوص أداؤها طيب، حفظها متين، إلا أن هناك ملاحظة بسيطة جدا وهي نقص في بعض حروف التفخيم كقول الله تعالى المصباح في الصاد، وجدت ضعفا قليلا في النطق بحرف الصاد. هذا ما عندي. جزا الله المتسابقة رائدة خير الجزاء، نؤكد على الملاحظات الواردة، وهناك كذلك إضافة في تفخيم لام لفظ الجلالة، كذلك في ضعف بسيط جدا فانتبه له. شكرا لك فضيلة الشيخ، والشكر أيضا لكم مشايخنا الفضلاء. إذا كانت هذه ملاحظات مقدمة من لجنة التحكيم للمتسابقة رائدة. نرجو منك أختنا رائدة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لكي تتم الاستفادة بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، نتوقف لحظات للفاصل، بعده نستقبل وحضراتكم ثاني المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة، فلا تذهبوا بعيدا. الاسم أماني أنور عبد الله حزيم من مدينة سيئون، من مدرسة الفرقان النموذجية، من حلقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها النموذجية التابعة للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. اليوم بإذن الله سأتشرف بالمشاركة في مسابقة ربيع القلوب على قناة حضرموت الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي التوفيق ولجميع المشاركين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحافظة أماني أنور حزيم من مدينة سيئون هي المتسابقة الثانية لهذه الحلقة. نبقى وحضراتكم مع فقرة الأسئلة
لذا نطلب من الأخت الحافظة اختيار أحد المظاريف التي يوجد فيها الأسئلة لعرضها على اللجنة. هذا تفضل فضيلة الشيخ. المتسابقة الثانية أماني أنور حزين، أسمعينا من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أحسنت بارك الله فيك. السؤال الثاني، أسمعين من قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. انتبه. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك وأرزقنا وإياكم التوفيق. نشكر المتسابقة والحافظة أماني أنور حزيم التي حقيقة أفرحت القلوب بهذا الحفظ المتقن وأبكت الأعين أيضا، فنسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح. أما الآن نبقى مع لجنة التحكيم لعرض الملاحظات إن وجدت. تفضل رئيس اللجنة. الحمد لله، المتسابقة أماني أنور حزيم تلاوتها ممتازة وحفظها ممتاز، شكر الله لها وأثابها أجرا عظيما. يظهر لي من خلال هذه التلاوة ملاحظتين بسيطتين، الأولى هي الضغط الزايد في تفخيم لفظ الجلالة مثل الله، الضغط الزايد هذا يسمى تغليظا وليس تفخيما، هذا الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية وهي وقفت على قوله تعالى وأسلموا له، ممتاز، انقطع النفس هنا وأسلموا له، كان الأولى أن تعودي لكي يكون الابتداء حسنا وأسلموا له من قبل، لكن وقفت عند قوله وأسلموا له ثم ابتدأت من قوله من نعم، لو بدأت بأسلموا له لكان الابتداء أفضل وأحسن. نسأل الله لك التوفيق والنجاح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تفضل فضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت أماني قراءتها طيبة جدا، ليس لدي أي ملاحظة على قراءتها، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. اللهم آمين. فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك، تفضل. ما شاء الله تبارك الله، القراءة ممتازة، مخارج وصفات مضبوطة، والقراءة قراءة إجازة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. اللهم آمين. ونحن بدورنا أيضا مشاهدين الكرام نشكر الحافظة أماني أنور حزيم على هذه المشاركة المميزة. بعد الفاصل نلتقي مع آخر المشاركات معنا في هذه الحلقة، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمينة صالح سيد السمي من منطقة السويري، أتممت حفظ القرآن الكريم بمركز تاج الوقار النموذجي التابع لجمعية الفرقان الخيرية، واليوم بإذن الله عز وجل سأشارك في مسابقة ربيع القلوب على قناة حضرموت الفضائية. أسأل الله أن يكتب لي ويحقق لي المركز الأول
وأسأل الله لي ولجميع المشاركين التوفيق. الحافظة أمينة صالح السلمي من منطقة السويري هي المتسابقة الثالثة معنا لهذه الحلقة. نبقى وإياكم مع فقرة الأسئلة، لذا نطلب من الأخت الحافظة أمينة اختيار أحد المظاريف للبدء بفقرة الأسئلة. أحسنتي وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأول، اقرأي من قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أحسنت بارك الله. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم
في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أحسنت بارك الله. ما شاء الله الطالبة أمينة صالح السلمي، تلاوتك طيبة وحفظك متماسك، نسأل الله لك التوفيق، لكن خذي بهذه الملاحظات كي تتلافى، كي لا نتلافها إن شاء الله. عند قوله تعالى رب ارجعون، هنا تفخيم الراء في هذا المكان لم يكن بالشكل الواضح المسموع، يعني تعمد الضغط على هذه الراء بحيث تخرج مفخمة واضحة. وكذلك قوله تعالى تتلى عليهم أو تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، التاء وبعدها التاء، التاء الأولى واضحة مظهرة والثانية ساكنة مهموسة لم يسمع أيضا. إذن الملاحظات هنا هي الضغط على إخراج الصفات، وأما المخارج ما شاء الله فتح الله عليك، نسأل الله لك التوفيق والنجاح. أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك، تفضل إذا عندك أي ملاحظات على هذه التلاوة. أشكر المتسابقة أمينة على هذه القراءة الطيبة. الملاحظات واردة، وهناك ملاحظة إضافية في فيما يتعلق بتفخيم الغنة، قوله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير، كأن تفخيم الغنة لم يكن ظاهر هنا، لأن بعد النون الساكنة وبعد التنوين جاء حرف من حروف التفخيم القاف، فالغنة هنا تفخم عند حرف القاف، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. نشكر فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك على هذه الملاحظات. الآن نبقى مع فضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت أمينة حفظها طيب، أداؤها ممتاز، إلا أن هناك ملاحظة بسيطة في موضوع الهمس في حرف الكاف، والركب كان ناقص، وإلا فقراءتها طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. نشكر فضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي على هذه الملاحظة، والشكر أيضا موصول أعزائي المشاهدين لمشايخنا الفضلاء الذين حقيقة يثرون البرنامج بهذه الملاحظات والنصائح القيمة، والتي بكل تأكيد سوف تنعكس على المشاركين. والشكر أيضا موصول للمتسابقة الثالثة في هذه الحلقة، الحافظة أمينة صالح السلمي من منطقة السويري. أعزائي المشاهدين، قبل أن نتوقف لحظات مع هذا الفاصل، نجدها فرصة أن نتوجه بالسؤال لفضيلة الشيخ العبد سالم باخميس. الشيخ عبد يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من وحي هذه الآية الكريمة لو تأخذنا في إطلالة سريعة حول فضل رمضان وفضل تلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما أحسن التعبير الإلهي بأن ربط بين الصوم والقرآن، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الارتباط واضح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، قال في آخر الحديث فيشفعان. يكفي أمة النبي
بل يكفي أهل القرآن لو لم تكن إلا هذه الشفاعة لكفانا وكفى كل الحفظة وكل من اشتغل واهتم بكلام الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. نشكر فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس على هذه الكلمة. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم لمعرفة من تأهل معنا من هذه الحلقة، فابقوا معنا. عدنا مجددا إليكم مشاهدين الكرام ومع آخر فقرات هذه الحلقة، فقرة إعلان المتأهلين معنا إلى المراحل المتقدمة. لكن قبل ذلك نستمع إلى تقييم الحلقة بشكل كامل من عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك. المتسابقات الثلاث في هذه الحلقة الثالثة ما شاء الله تبارك الله، الأداء متميز والتنافس قوي جدا في هذه الحلقة المباركة، وحقيقة الجميع شاهد التأثر وشاهد روح القرآن في قراءة الطالبات والمتسابقات، وهذا هو حال الحياة، في فائز وفي يعني أقل منه، والدرجات حقيقة متقاربة، وجميع الطالبات مستواهن ممتاز جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهن الإسلام والمسلمين. شكرا لك فضيلة الشيخ، والشكر أيضا موصول أعزائي المشاهدين للمشاركات معنا في هذه الحلقة. الحافظة رائدة سعيد عصعوص من مدينة المكلا، والحافظة أماني أنور حزيم من مدينة سيئون، والحافظة أمينة صالح السلمي من منطقة السويري. الآن نبقى وإياكم لمعرفة من المتأهل معنا من هذه الحلقة، نبقى مع فضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطالبة رائدة سعيد عصعوص تحصلت في الحفظ على 100 درجة، وفي التلاوة على 98 درجة، مجموع درجاتها 198 درجة. الطالبة أماني أنور حزيم حصلت في الحفظ على 100 درجة، وفي التلاوة على 99 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاتها 199 درجة ونصف الدرجة. أمينة صالح السلمي حصلت في الحفظ على 100 درجة، وفي التلاوة على 97 درجة، مجموع درجاتها 197 درجة، وبالله التوفيق. شكرا لك فضيلة الشيخ. إذن نحن بدورنا مشاهدين الكرام نبارك للمتأهلات معنا من هذه الحلقة، الحافظة رائدة سعيد عصعوص من مدينة المكلا، والحافظة أماني أنور حزيم من مدينة سيئون. أيضا نشكر الحافظة أمينة صالح السلمي من منطقة السويري على هذه المشاركة المتميزة، مع تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح في مسابقات قادمة بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، بهكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ربيع القلوب. إلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمله. غرد يا صاح رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح تغشاك خير جمائله، نادوا الرفاق في حفظه نجري سباق، فالود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله.